السلام عليكم مشاهدي تحت اللمبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت اللمبة. واليوم بنلاقيكم ونتناقش عن موضوع مهم جدا جدا جدا، العمل السياسي والعنف الطلابي داخل الجامعات. العمل السياسي بالتأكيد في الجامعات شيء مربوط بالعمل الطلابي المستمر والأنشطة الطلابية المستمرة، وبشكل دائم لا ينفصل من العملية التعليمية. هو موجود في كل العالم، وعندنا في السودان بيكون عنده يعني نصيبه وحظه، لأنه بطبعنا نحن السودانيين شعب مهتم بالحراك وما يدور من حولنا، مهتمين بالثقافة العامة وبالسياسة، ومهتمين بالحراك السياسي على مستوى الأنظمة في البلد. لكن العمل السياسي الطلابي في الجامعات في الفترات الأخيرة أخذ طابع العنف في كثير من الأحيان. عموما نحن ما دارين نتكلم عن جانب العنف فقط، ولكن دارين نتكلم عن العمل السياسي داخل الجامعات أساسا، من أوله فوائده وأضراره وأهمية وجوده من عدمه واهتمام الطلاب به وتأثيراته سواء كان سلبا أو إيجابا. خلونا نعمل مدخل للتقرير وأرجع معكم نعرف بضيوفنا المشاركين لنا في الحلقة اليوم. هتافات لأحزاب سياسية مختلفة، شباب رافعين شعارات يصرخون يهتفون ينادون بها، حاملين معهم أسلحة يدوية وأخرى نارية. ليست معركة بل طلاب داخل الحرم الجامعي ووسط القاعات والمكتبات. هل حوش الجامعة هو مكان مناسب لمثل هذه الممارسات؟ يثير العنف الطلابي الخوف عند الجميع، فتشير دراسة أجريت عن العنف بين عامي 2012 و2016 إلى وقوع 482 حالة عنف بين 341 حالة عنف طلابي، فيما ألقت الشرطة القبض على 216 طالبا خلال تلك الفترة. وخلف العنف الطلابي 147 إصابة في صفوف الشرطة، منها 25 ضابطاً و132 من الرتب الأخرى، وسجلت 5 حالات لمقتل طلاب في هذه الفترة. وربما دفعت هذه الأرقام المخيفة المجتمع لبحث أسباب الظاهرة وأثارها والجدية في إيجاد سبل لعلاجها وحلها. فهل هناك ضرورة لإقحام العمل السياسي في الجامعات؟ أم هو إقحام للجامعات في العمل السياسي؟ وما تبعات ذلك؟ كثير من الطلاب غير منتمين لأي من الأحزاب السياسية، والجامعة بالنسبة لهم مكان للتعلم فقط. يصطدم الطالب بتنظيمات وتيارات سياسية كثيرة، صحيح إنها بتشكل وعي الثقافي والسياسي، لكن يرى البعض إنها بداية هذه التنظيمات السياسية وبما تحشد من طلاب لصفوفها. اليوم في تحت اللمبة حنتكلم عن العمل السياسي في الجامعات، ونحاول نعرف ما مدى الحرية المسموحة في الجامعات لممارسة العمل السياسي، وأركان النقاشات داخل الجامعة. هل هي سبب في العنف الطلابي؟ والعمل السياسي في الجامعة هل بيشكل وعي الطلاب بقضايا الشأن العام وبيعمل على التثقيف السياسي للطلاب بالصورة المطلوبة؟ أهلا بكم من جديد، ودي نبذة مختصرة يعني قدمنا لكم عن هذا الموضوع، لكن هنتناقش فيه أكثر. معنا محمد هاشم الماحي، أهلا وسهلا بك يا محمد. مرحبا بك وسعادة بك تحت اللمبة. وراشد محمد عبد الوهاب، اهلا بك يا راشد. مرحبا بك محمد. راشد، رغم انك انت اعتزلت العمل في الجامعات السياسي، لكن يعني بتوحي كده انك انت لسه مستمر في الموضوع ده. والله ما مستمر، لكن هو مرحله كان لابد منها، وتجربه بالتاكيد استفدت منها استفاده كبيره جدا. والتجربه السياسيه بتنمي الشخص معرفيا وثقافيا، و بتفتح أفق أكبر للشخص يعني. راشد الآن هو إعلامي، وكذلك محمد هاشم الماحي برضو إعلامي، وعندك تجربة برضو في العمل السياسي الطلابي. هي في الحقيقة هي يعني أكثر من تجربة، تجارب مختلفة في اتجاهات مختلفة. وفعلا زي ما قال راشد، التجربة السياسية أو التجربة بتاعت العمل السياسي في الجامعة بتوسع الأفق بتاعك، يعني بغض النظر عن الجزء اللي انت بتكون فخور به او اللي انت ما فخور به، بيوسع مداركك، بيغير نظرتك للحياة، بيخلي تفاعلك بشكل مختلف مع مجتمعك، نظرتك للحاجات اللي انت بتعملها بشكل عادي. يعني وانت طالع من الثانوية بعد الجامعة بتلقى شبه تفجر كده للطاقات، يعني بتتفجر المعارف بتاعتك، الوعي بتاعك، رؤيتك للحاجات، فكرة ان انت ممكن يكون عندك دور، وان انت ممكن يكون عندك موقع مميز في الواقع مستقبلا او في الوقت الراهن، فكرة ان انت بتقدر تقول كلامك او توصل صوتك لاول مرة. فالتجربة بتاعت العمل السياسي في الجامعة اعتقد حاجة مفيدة. المفهوم ده هو اللي بيبقى بعدك في الجامعات فعلا، يعني انت
التأثيرات الإيجابية دي كلها بتكون حاصلة الزود من نشاطه في الجامعات في السودان؟ هي بتختلف من شخص لآخر. يعني الغرض الأساسي من النشاط السياسي هو تنمية قدرة الطالب ومشاركته للقضايا الوطنية والقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية في شؤون البلد عموماً. ده حاصل؟ أبداً. ده حاصل؟ أبداً ما أبداً. حاصل. لحد ما خلينا نقول لحد. طيب أنت لحد ما وراشد تقول ما حاصل نهائي. نشوف حاصل. نشوف برتبريره للرأي ده. الحاصل شنو؟ الحاصل ربما كلنا متابعين للأحداث السياسية في الجامعات والانفلات والعمليات القتل المستمرة اللي ما وقفت من 21 أكتوبر 64 مقتل القرشي إلى الآن. ما زلنا في الدوامة والمفرمة الدموية اللي بتحصل للطلاب اللي هي النشاط السياسي داخل الجامعة سبب رئيسي فيها، وذلك لانعدام الرأي والرأي الآخر وعدم احترام الآراء من قبل جميع الأحزاب سواء المعارضة أو الحكومة. وبنلقى في انفلات من طلاب منتمين لأحزاب معينة بسبب مجرد اختلاف الرأي ممكن يؤدي لمقتل طالب. يعني الاختلاف بيصل لصدامات عنيفة جدا. أيوة. وأصبحت الجامعات عبارة عن ساحات للقتال والمعارك و مستنقعات دموية. يعني انت قصدك انه الاحزاب بتنقل صراعاتها داخل الجامعة؟ نعم نعم. بده صدام بين الطلبة. ايوه محمد هاشم. هو لحد ما هو نحن عشان كده قلنا الى حد ما، لكن ده ما بينفي انه العمل السياسي في الجامعة يعني اولا الليلة قدر القيادات اللي عندنا الشخصيات اللي عندها تأثير كبير فعليا هي صنعت في الوقت ده وغالبا بسبب النوع ده من النشاط. يعني الليلة فكرة جامعة بدون نشاط سياسي أنا أعتقد إنه حاجة ما واقعية وما عندها معنى. يعني وراشد ما ضع عليها بشكل مباشر لكن من كلام إنه خير عدم. لكن إحنا ما ننسى إنه البلد دي حراك الأساس السياسي كان في الجامعات من البداية أكتوبر 64 وتقريبا كل العالم. يعني هو الجامعة لأنه يعني إحنا لو لما نرجع لورا يمكن من قبل الجامعة بنلقى من الثانويات بيكون في نشاط سياسي. هنا واحدة من المشاكل يمكن الحقيقية القاعدة الطالب بيتفاجأ بأنه عنده إمكانية العمل السياسي في الجامعة. يعني ما بيحصل تمهيد كافي. هو ما بيحصل تمهيد لحد ما، لكن حتى التمهيد اللي بيحصل في الثانويات فيه مشاكل من نوع معين بتخلي الطالب لأول مرة في الجامعة عنده إمكانية أنه يختار تنظيم سياسي. يعني ما لم يكون أنت من أسرة معينة عندها انتماء سياسي فأنت بتتفاجأ بإمكانية العمل السياسي. وهنا يتخلق الصراع بين الكيانات السياسية لاستقطاب الطالب الجديد. هو فعلياً من قبل كده يعني من غير ما نسمي، لكن فعليا لحظه دخولك الجامعه انت بتكون زي ما نقول يعني فريسه بالنسبه للتنظيمات السياسيه. جد النظره ليه كده انه فريسه؟ انه فريسه ومش فريسه وبس، يعني فعليا فريسه. وفي الغالب يعني الليله نيجي لما نمسك الجامعات بتلقاها في الغالب هي كل جامعه في تنظيم معين عنده ثغل فيها بيعتبر انه هو مالك للجامعه دي من باولا. اي هو مسيطر ومالك من باولا، من حقه اي طالب اختار الجامعه دي فهو اختاره ضمنا اختار التنظيم المعين. طيب هو الكلام ده كانه يعني صراع مباح، يعني كانه اوكي انت الاقوى انت اللي تستقطب اكثر انت اللي تقدم اكثر، صحيح الكلام؟ هو بس في الاليه، ما هو الصراع دي طبيعه حقيقي. يعني دي حاجه احنا ما بنقدر ننكرها الليله في 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 العمل السياسي في صراع لحد ما، او هو تنافس اكثر منه صراع بين التنظيمات الشغالة. طيب. وأنا بطرح وأنت تطرح والناس تختار. المشكلة في الآلية في الكيفية. يعني الليلة لما نتكلم عن عنف طلابي نحن نتكلم عن طريقة غلط، عن زول بيوصل صوت غلط، عن زول مفترض إنه صاح لدرجة إنه بيعاقب الآخر اللي ما بيختاره اللي بيختار خيارات مختلفة، ده غلط تمام. لكن ده ما بيعني إنه العملية كلها ما عندها لازمة أو ما بتضيف للناس. لا، فعليا العملية السياسية في السودان قاعدة تضيف للناس. والسودان الليلة من الحاجات الكويسة اللي فيه والمشكورة لأغلب الأنظمة المرت بها إنه العملية السياسية ما زالت مستمرة في الجامعات، وده بيدينا أمل في الوقت الجاي رغم الظلامات اللي قاعدة تحصل رغم الانحرافات. أنا بالتأكيد يا محمد يعني ما مختلف معك في النقطة دي أو في النقطة دي تحديدا، لكن بشوف حاجة يعني في ضعف في تأهيل الكادر كويس السياسي داخل الجامعة كويس، والكوادر السياسيه بتنقل الاحتدامات والصراعات الخارجيه بالداخل الجامعه. يعني مرات بنشاهد كثير من الصراعات
السياسية في الجامعة بتكون شخصية كويس، بتنتقل بتبقى حزبية ما بين حزبين، بتأدي لمقتل الطالب الغير منتمي، ويعني ده قمة الظلم. أنت قاعد تذكر دايما أسوأ النتائج اللي هي مقتل أيوة. الطالب، لكن في نتائج أخرى. في نتائج أخرى يعني بالتأكيد، بالتأكيد يعني هو العنف الطلابي ذاته يعني عنده ثلاثة أو ثلاثة أشكال مختلفة. في عنف طلابي طلابي كويس، في عنف طلابي مع إدارة الجامعة، في عنف طلابي واشتباكات مع الأجهزة الأمنية كويس، ومختلف يعني. هو بس في نقطة أنا ممكن أختلف معك فيها شوية، فكرة إنه التنظيمات السياسية بتنقل صراع للجامعات، حقيقة دي في الغالب ما حقيقية الجزئية دي، بالعكس واحدة من المشاكل القاعدة حاليا إنه التنظيمات السياسية في الجامعات قد تكون مختلفة تماماً جوهرياً مع التنظيمات السياسية البرية، يعني يكسي من التنظيمات السياسية برا الجامعة وجوا الجامعة حيات مختلفة تماماً، ونفس خلافات نفس التنظيم وخلافات، يعني الطريقة اللي بيفكروا بها الأجيال الجديدة مختلفة عن القديمة، بالذات من القافل الأحزاب التقليدية، وفي يعني عندنا الأحزاب الليلة الأحزاب الكبيرة كلها عندها المشكلة دي حقيقة، نحن عندنا مشكلة بتاعت إنه القيادات ما قاعدة تتغير لا بسهولة ولا بغضب، ما قاعدة تتغير نهائي، فبنلقى إنه الطلاب بياخدوا يعني في النهايه بيلقوا نفسهم قدام دي الخيارات المتاحه فبيختاروا خيار، لكن فعليا التنظيمات السياسيه بتاعت الطلاب مختلفه بشكل كبير. لكن يعني المعروف يا محمد انه قطاعات الطلاب في الاحزاب هي يعني يعتبر عندهم من اهم القطاعات قطاع الطلاب، وبالتالي طلابهم ديل بيهتموا بهم في الجامعات بدرجه كبيره وبدعم، لانه دي جزء من الاصوات اللي بتخش للانتخابات عشان تفوزهم، وده جزء برضه من الاستقطاب لاعداد كبيره اخرى إلى ذلك. فكيف بيكون في خلاف ما بين طلاب الحزب في الجامعة وبين إدارة الحزب الرئيسية يعني؟ طيب كويس، هي دي بالسوقنا للمشكلة الحقيقية بتاعت الوعي عند الطبقة اللي هي مفترض إنها النخبة بتاعت الطلاب. الجامعات تقريبا هي الحتة الوحيدة اللي بتطرح فيها الأحزاب، بتخاطب فيها الأحزاب، بتستقطب فيها الأحزاب الناس عن طريق الفكر بتاعها. يعني الليلة لو عايز تعرف فكر بتاع تنظيم معين او المنهج بتاعه وخطته او عايز يعمل شنو او بيطرح شنو للناس، ما قاعد يطرحها في الشارع. الليله ما في مواطن ولا منتمي سياسي في الشارع عارف الحزب بيتكلم عن شنو. الانتماء بتكون في الغالب على اساس فلان او فلان القيادي الفلاني او الولاء العام ده، تمام؟ في الجامعه لا، في الجامعه في الحته دي، في الجزئيه دي، في الجامعه في الفرق بين المنهج والتطبيق. يعني الليله بتلقى اغلب التنظيمات السياسيه في الجامعه منضبطه جدا ومتمسكه جدا بالقيم بتاعه التنظيم وشنو، وبيتمارس درجات عاليه من الشفافيه ايا كان، يعني تتبع المنهج بتاع الحزب ايا كان المنهج، تمام؟ ده هو اللي بيسوق للفرق بين الحزب في الجامعه والحزب في البره. الاحزاب برا للاسف الشديد بتبدا دائما، اغلب الاحزاب عندنا بتبدا كويسه وبتنجرف، الانجراف اللي قاعد يحصل عندنا في المجتمع انه الشخص الواحد والحزب بيبدا بدل ما هو حزب وعنده افكار وحاجاته، لا هو بيبدا عباره عن مجموعه بتاعت ناس بتدور حول زوجه، بدل ما منظومه مؤسسات مجموعه افراد، يعني شخص واحد بيدور حوله او مجموعه اشخاص. ده بيرفض الطلاب، الطلاب بيتعاملوا مع في الغالب يعني طبعا بيحصل انحرافات بعد كده بحاجات ثانيه، في النهايه الناس بيتم اغراءها وبيتم تغييب الوعي بتاعها بطرق كثيره جدا، لكن في الغالب الطالب بتخش له عن طريق يعني الطرح بتاع الاحزاب في الجامعه عن طريق الفكر بتاعها، لانه الطلاب بيجوا متفتحين او عندهم النهم بتاع انه يعرفوا يتعلموا يتثقفوا يتوعوا يعني يتقبلوا الطرح بتاع الاخرين ده. فالبيحصل انه هم بيتم استقطابهم على اساس الفكر المعين ده، وبيدخلوا جوه بيتكون التنظيمات دي، وبيبدا شكل الصراع بين ده وده، وبعد كده بتجي المقولات المشهوره بتاعت انه محاوله التغيير. يعني انا في ظني انه الليله الاحزاب الكبيره فيها ناس كويسين دي وكتار، ما شويه فعليا، هم اغلبهم ناس بيحاولوا انه يغيروا من الداخل، ودي صراحه يعني انا واحد من الناس وقعت في الفخ ده حقيقه. فخ الحصل شنو؟ الحصل انه يعني انا انتميت لاكثر من حته، لكن من ضمنها تنظيم معين من غير ذكر الاسم، يعني كان ذا توجه اسلامي. يعني احنا جيت الجامعه انا بحكم انه انا من اسره دينيه عندها انتماء يعني عندها خلفيه دينيه معينه. طيب فاحنا ما عارف يمكن بنتولد كده، بنتولد عندنا الطموح الحلم بتاع الدوله الاسلاميه والخلافه اللي بتجي راجعه والتوسع والدولة اللي فيها ناس متدينين كل لون، الشكل النموذجي للدولة ده. جميل. فبتبدأ بعد كده الناس بتستغل إحساسك ده.
تفضل. بتستغل إحساسك ده وبتستغل الشغف اللي عندك أو الرغبة بتاعتك في إنك تعمل الحاجة دي أو تشارك في صناعة الحاجة دي بإنها تستقطبك. فبعد كده حصل إنه أنا لما جيت الجامعة يعني جربت كم حتة لقيت كيان معين تحت مسمى إسلامي أو الحلم اللي أنا متمنيه وده، وبعد كده بدينا نحاول. بعد شوية بتبدأ تكتشف الفرق بين التنظيم ده وبين الطلبة الحالمين ديل وبين الواقع اللي ما عنده علاقة، بين الحزب اللي بيعمل في حاجة مختلفة أو اللي انحرف. في الوقت ده بيظهروا لك القيادات، خلينا نسميها الوسيطة في النص بين ديل وديل، يعني عارف في ناس خلاص نسوا الفكرة ومشوا والموضوع ده بالنسبة لهم أيا كان بيزنس ولا مصالح شخصية، وفي ناس لسه عندهم حلم أو عندهم رؤية أو شنو. يلا في ناس في النص، في النص ديل هم اللي بيجي يصبروك، حاول أصلح من الداخل، طب نحن نغير، طب ما عارف شنو، وتبدأ تدخل آيات وأحاديث وقصص طويلة. في الخانة دي، في الخانات الثلاثة دي، في كمية من الناس قاعدة. الطلاب أنا في تقديري إنه غالبيتهم هنا في الحتة دي، يعني غالبية الطلاب بيكونوا هم عندهم الرغبة بتاعت التغيير، أنا داير أصنع الواقع اللي أنا بحلم به، وبعد كده بيتغشوا. وبعد كده للأسف الشديد يمكن دي اللي أنا النقطة اللي علقت عليها قبل، إنه أهل الأحزاب بتنقل صراعاتها، لا حقيقة لا، الطلاب براهم بينفعلوا، ولأنه المرحلة دي مرحلة ما منضبطة بيحصل عنف. إذا كان يا راشد زي ما قال محمد هاشم في موجودين طلبة بيبحثوا عن الصحيح والحقيقة والسليم واللي حقق طموحاتهم واللي متوافق مع فكرهم اللي اقتنعوا بهم، إذا كانوا الطلبة دي موجودين هم بهذه الشفافية وهذا الصدق اللي تكلمنا، اللي بيخلي شنو في صدام وفي إشكالات وتصل لمراحل بتاعت عنف وقتل، ويعني اللي بيخلي الهيئة تحصل شنو؟ طيب هو أنا طبعا بس في حتة مهمة قبل ما أجي للنقطة دي، يعني جبال محمد قال أنه في نوع من الشفافية في التعامل السياسي في الجامعات، وقال أنه الفصيل الطلابي يختلف عن الحزب الكبير إذا صح التسمية، فما في أي شفافية، ده شايفه أنا، ما في أي تعامل حقيقي كويس، لأنه لو كان فيه ما كان ظهرت العمليات بتاعت العنف اللي قاعد نشوفها من كل فترة لفترة كويس. وبالعكس التنظيمات الطلابية الاحتقان السياسي الموجود داخله أكبر من الاحتقان السياسي الخارجي كويس. وأرجع لنقطتك الهسي، يعني الإسقاطات الغير مباشرة من قبل الأحزاب السياسية خارج الجامعة كويس بتدخل صراع لداخل الجامعة كويس. وفي كثير من الأمثلة يعني الناس عارفها، وآخر القضية بتاعت عماد وعروة الصادق في جامعة الأهلية. فالإسقاطات الغير مباشرة دي كويس ما في داعي إنها تدخل الجامعة أصلاً كويس، ما عندها معنى، يعني هو صراع سياسي خارجي كويس، وده صراع داخلي طلابي كويس. الأولى إنك تهتم بالشؤون الطلابية أو القضايا الطلابية من إنك تهتم بالصراعات السياسية. طيب وصلنا لحتة مهمة جدا هي موضوع اهتمامك بقضايا الطلاب في الداخل، يعني الخلاف أو التبني، خلونا نقول تبني وجهة نظر سياسية معينة من طالب لآخر لا يمنع إنه يكونوا متحدين معا لحل قضية طلابية، مشكلة معامل، مشكلة بتاعة التدريس في قاعات، مشكلة بتاعة أساتذة بالنسبة لي هي المستقبل الأساسي بتاعه. بيحصل كده في الجامعات؟ طيب كويس، ده بيسوق لنقطة مهمة جدا جدا حساسة لكن مهمة. خلينا نقول الفرق بين الطلاب المنتمين سياسيا بشكل عام لأحزاب سياسية وبين الطلاب المنتمين لحزب حاكم، حقيقة في فرق شاسع بين الحاجتين دي. الافتراض اللي بيحصل من الطلاب المنتمين للحزب الحاكم أو أيا كان إنهم هم يملكوا سلطة على الآخرين، ده بيسوق طوال مباشرة للعنف. يعني الليلة ما لم تفترض إنه أنت سلطة ما بتمارس عنف على الآخر، ما أنا يعني أنا الليلة ده اللي بيحصل، التنظيمات السياسية العادية أنا تنظيم سياسي عادي فاتح أبوابي للناس وأحاول أستقطبهم، فما عندي سلطة عليهم غير إنه أنا أطرح لهم هم يقبلوا أو يرفضوا. ولكن برضو أبكم بالملائكية دي، يعني برضو عنده أساليب أخرى في الاستقطاب. طيب كويس، ما هو ده يعني بعد كده اللي بيحصل. أنا بقول لك إنه زي ما قبل قلت إنه هو ما الأحزاب، يعني ما فعليا ما الأحزاب البرة بتدخل صراعات اللي جوا الجامعات، لا فعليا الطلاب هم بينفعلوا، يعني غالبية الحاجات دي قاعد تكون جزء كبير منها طلابي. احنا خلونا ما ننكر الحاجة، يعني ما نحن نمشي نحاول نصدم فعليا القيادات السياسية لنا ما في الصراع الكبير ذاك بيناتها، بل بالعكس العلاقة في الغالب بينهم طيبة يعني وكده. مش كده وبس، حتى على مستوى الطلاب قيادات الطلاب
في الأحزاب المختلفة مهما كان الصراع بيناتهم علاقاتهم طيبة جدا مع بعض. يعني أنا عن تجربة ما حاجة حكوا لي ولا كلموني بها ولا علاقاتهم طيبة. اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إنه بتكون في قضايا مرات شخصية بيساء فيها استخدام شوف السلطة. في اللحظة اللي أنت تدي فيها الطالب سلطة معينة على الآخرين بتحصل مشكلة. في اللحظة اللي أنت تميز يعني المشكلة بتحصل فعليا يعني معلش حساسة لكن المشكلة بتحصل لما يكون في طلبة عندهم أيا كان صفات في أجهزة رسمية سلطة معينة يمارسوها على الطلاب. ده اللي بيجيب المشكلة. بعد كده بتبدأ الحياة شخصا. أنت بتتكلم عن طلبة ما بتتكلم زي ما أنت قلت ما مش عن ملائكة بس أنت بتتكلم عن ناس ناضجين بالقدر الكافي وعندهم بيضبطوا مشاعرهم. لا أنت بتتكلم عن ناس فعليا بينفعلوا بسهولة في حماس في طاقة عالية جدا عنده. فالبيحصل انه ما تتوقع انه لا لو انت عندك سلطة ما او اديت طالب سلطة ما الطلبة الباقين حيسكتوا. لا بيحصل ردة فعل عنيفة جدا عنيفة جدا. وحاجة تانية يمكن حصلت من الحياة اللي انا اعتقد انها اثرت سلبا على الحركة الطلابي الفكرة بتاعت الحركات اللي هي بدأت حركات مسلحة وبعد كده بدأت الحركات المسلحة في تقديري مع كل الاحترام لقضاياهم لنضالاتهم لكل الحاجات دي لكن الحركة المسلحة ما عندها محيط في الجامعة لأنه الأسلوب في الجامعة مختلف. قاعد نسمع بعبارة طلاب الحركات المسلحة. طلاب هل هم مسلحين في الجامعات يعني ولا لحد ما مسلحين بفهم لا لحد ما مسلحين يعني ما هو مسلحين بالآن لكن لحد ما مسلحين هو في كمية من الأحزاب الليلة لحد ما مسلحة يعني عشان نكون صريحين كلام خطير يعني أي ما سلاح ناري لكن في الأحزاب الليلة جزء من التكوينات بتاعتها فيه تسليح كلام ده معروف عند الطلاب داخل الجامعات كده معروف بتأكيد طيب واصل دي واحدة يعني من المشاكل يعني إنه إنه السلطة ما مفترض تتساهل أبداً عن الموضوع بتاع إنه يتم تسليح أو يكون أصلاً يعني أصلاً هو ده إحنا القانون بتاعنا ما بيسمح إنه الأحزاب يكون عندها أي جناح عشان كده عسكري أو كده عشان كده إحنا ما دايرين نقول يعني معلومة زي دي ونطرحها للرأي العام للمشاهد بنكون ما إحنا نكون مدققين فيها ومتأكدين منها يعني قد يكون حصل صدام يعني في الصحف طلعت علينا وسائل الإعلام في فترة من الفترات إنه ضبط أسلحة مع طالب ضبط أسلحة مع طلاب حركات ضبطت أسلحة مع طالب قتل طالب يعني دي نماذج موجودة ما بالضرورة يكون تنظيمه هو اللي سلحه لكن اللي خلى الحتة تصل لمرحلة إنه أنا أتعنف معك إحنا مختلفين في الفكر لكن بندرس في قاعة واحدة وهدفنا واحد إنه إحنا نخرج أطباء الاثنين أو مهندسين أو زراعة أو اقتصاد أو ما إلى ذلك الخلى شنو إنه إحنا نطلع من القاعة دي ونبقى مصادمين ونصير مرحلة الأذى فيما بيننا وإحنا في مرحلة من العمر فيها التكوين الفكري والعقلي السليم للرجل اللي داير يخرج عشان يبني مجتمعه فأنت الآن بتصادم على شكل زي ده بكرة برا حتعمل شنو وده طيب. السؤال المهم معلش تأكيد فرصة لراشد رغم إنه اعتزل يعني السؤال مهم جدا طبعاً الضعف المستوى الفكري والثقافي كويس في المجتمع السوداني هو سبب في المسائل دي وضعف المستوى التعليمي وضعف المناهج اللي من شأنها إنها تساهم في تربية الروح الوطنية عند مبكراً مبكراً من الأساس والثانوي أيوة وغير كده يعني كبت الحريات ويس في كبت غير اعتيادي للحريات واسمح لي انه ارجع في نقطه لورا للمتابع في ال 25 سنه الاخيره او ال 30 سنه الاخيره المشاكل الطلابيه بدات يعني تتزايد وتتفاقم بشكل غير طبيعي ويس وسنويا اصبحنا نسمع معليش انا مركز على حته مقتل دي لانها يعني حته حاره جدا كويس بنشاهد سنويا مقتل طالب في احدى الجامعات كويس فالحته بتاعت الحركات المسلحه دلوقتي كويس لازم تكون فيه طالما انه في نشاط سياسي لانه الحركات المسلحه معترف بها من قبل الدوله لكن احنا نتكلم على الجامعه هي يعني منبر لتلقي العلوم والمعرفه نعم. والعلوم والمعرفة من ضمنها الثقافة السياسية يعني والتمرين العملي على الممارسة داخل دولة مصغرة اسمها الجامعة في جيل مطلوب منه إنه يطلع برا ويبني لنا الدولة الحضارية أيوة. فبيبدوها بالعنف أنا ده سؤالي إنه برا بيكون الوضع كيف وللتوضيح أكثر أنا أقصد إنه لماذا يحصل صدام وعنف بين الطلاب داخل الجامعة هو يعني محمد ذكر جزء من الأسباب أيوة. أنت برأيك الصراع القبلي
برضو صراع موجود لسه عند الطلبة داخل الجامعات. موجود. في عنصرية. في عنصرية. ولحد ما. برضو لحد ما. لا لحد ما. الحياة الجميلة في النقطة دي يعني في الجامعات في بيقول لك ما أعرف رابطة الطلاب كده. الروابط. الروابط. الروابط دي أنا بالنسبة لي مفروض تتشال برا خالص. كويس. واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للمشاكل القبلية والعنصرية والقصص الطويلة دي الروابط. أنا أفتكر إنه مفترض يتم إحلال جميع الروابط. الغرض منها هو تقديم الخدمات والتعريف بالمنطقة لأبنائها وللآخرين. ده الغرض، لكن أصبح الغرض مختلف تماماً. يعني الروابط بقت تشتغل يعني شغل مضاعف. كويس. ودي حاجات قاعد نشوف في الجامعات. بس يعني الليلة مثلاً في السنة اللي فاتت ما متذكر في جامعة الأهلية ولا وين بالضبط، كان في احتفال لرابطة طلاب كردفان تقريبا، وفي نفس الوقت كان أبناء النوبيين كان شغالين برنامج. كويس. ديل بيقولوا ديل انتو الفلانيين، ديل بألفاظ عنصرية بذيئة جدا، وقامت مشكلة ما عليها حد وأدت لمقتل أحد الطلبة. كويس. تقريبا الشهيد محمد الصافي. ما قاعد تدي دور الروابط. أنا القصة دي أول شيء أنت علمتني بها، يعني ما سمعنا بها، لكن يعني ده حتى ولا داخل حتى في العمل السياسي ولا داخل في النشاط، ده جهل مركب، جهل دام، يعني إنك أنت تصل بالصدام. ممكن في العمر ده تحصل يعني مخاشنات بين الشباب عشان العمر كشباب يعني من غير عمل سياسي، لكن يعني قد يكون له دور في 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 الحاجة في العنف الطلابي بشكل عام. في طلبة ما بينتموا لأحزاب سياسية ولا تنظيمات سياسية ولا لهم على ولا دايرين يستقبل في سياسية، نازلة تقرأ علمه وتتخرج. التأثير اللي بيحصل عليهم من ضرر شكله عامل كيف؟ طيب كويس. هو خلينا عقب على النقطة اللي قالها سريع وبعدين نقول الجزئية دي. بالنسبة للدور بتاع الجمعيات انت تقريبا قاصد اللي هي بتكون بأسماء هي المناطق فعليا، لكن بيكون فيها انتماء بعد كده غبري لحد ما برضو، لانه فعليا الليلة الجامعات ما قاعد تسمح بتسجيل جمعية لقبيلة معينة او ل احنا بنتكلم عن روابط ما جمعية، الروابط انا قصدك ما بتسمح برضو، ما بتتسجل الروابط بأسماء القبائل. يعني زي مثلا مثلا مناطق بتكون منطقة مثلا الرباطات مثلا او كده، بتكون المنطقة فعليا بيكون فيها اكثر من قبيلة، يعني اي بعد كده بيقوم بيسيطر عليها القبيلة المعينة، لكن لا يعني هي ما مسموح، ما بالشكل اللي انت قلته العنصري الشديد ده فعليا. في يعني احنا ما بالسوء ده، يعني ما وصلنا السوء اللي بنسمح فيه بالقبلية انها تكون شكل رسمي للحاجات، لا. دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية انا ما سمعت بالقصة بتاعت الكثير دي فعليا، يعني هي حاجة مؤسفة، طبعا مؤسفة جدا انه صار المرحلة دي، لكن الروابط عندها دور مهم جدا، بتعرف بالثقافة. يعني في الأسابيع انت تكون عارف هي الروابط عندها طوالي أسبوع بتاع الثقافات ده، بتعرف بالثقافات وبالعكس يعني أنا شايفها بتخلي الناس أقرب لبعض، بتخلي الفروق تبدأ تذوب، يعني الناس بتتلاقى وتشوف ثقافة بعض، تعرف بعض بيفكروا كيف كده وشان. قد يكون دخلت سياسة، قد يكون في مسألة شخصية في موضوع الكتل ده، في الغالب حتكون اتعاملت كقضية جنائية القضية دي. والشباب المساكين اللي ما عندهم علاقة بالمواضيع دي كلها سالتك منهم، هم نازل الضرر الواقع عليهم. هم يا إما تكون مع واحد من الاتجاهات، يا إما إنه أنت حيصلك ضرر من غير ما تدافع عن نفسك أو تلقى حقوقك حتى في التعليم. هو فعلياً غالباً القاعد يموت وقاعد يكونوا منتمين سياسياً فعلياً يعني. لا بالنسبة للآخرين اللي بتضرروا من تكفيل الجامعة، أول حاجة إحنا في مشكلة حقيقية بدوا يحترفوا بها مؤخراً، غالبية القيادة بدوا يحترفوا بأنه بيقى في حالة بتاعت بسموه شنو إحجام عن العمل السياسي في الجامعات. يعني الليلة الطلبة ما بيقوا راغبين، يعني تقريباً بيتكلموا عن نسبة 3% أو أقل أو حاجة زي دي، أعلى أو أقل شوية، زهقوا خلاص الطلاب اللي بيشاركوا، لأنه فعلياً في حالة بتاعت إحباط عامة، يعني الناس حاسة إنه الحاجة دي ما شغالة. يعني يعني زي ما بقول لك قبل، لما بقول لك انه الناس بيحاولوا تغير من الداخل او من الخارج، انه الناس حاسه انه الموضوع ما شغال. بس الحاجه النتيجه الوصوليه دي سليمه، يعني انه انت تموت الجامعات خلاص بسبب الخلاف الحاصل فيها والصراعات والقتل والعنف وكده، انه نصل لانه الجامعات ما يكون فيها نشاط سياسي، طبعاً يكون فيها ركود بس دراسه وبس. نحن بنقول يعني لا طبعا ده مستقبل مظلم، يعني فكره انه احنا نتخلى عن السياسه، لانه معليش يعني مع كل التقدير للتضحيات اللي حصلت للناس ماتت، ودي ما حاجة سهلة يعني، لكن فعليا
ده ما بيستحق انه احنا نوقف سياسه، ما بيستحق انه نوقف سياسه في الجامعه. طب منو الحياه من البلد بكره؟ طيب مستحق شنو يعني؟ انا الان دقيقتين فقط، الوصفه العلاجيه سريع في نقاط كده ممكن تكون شنو يا راشد؟ طيب اولا تقديم الجناة لمحاكمات قصاصية عادلة قبل الجناة، قبل ما يحصل جناية يا راجل. يعني احنا من البداية المفروض يكون في الشيء عشان ما يحصل جناية اصلا قبل. طيب قبل دي يعني نهتم بالاشكال المعرفة المتنوعة وتقديمها للطالب كويس قبل ما يدخل الجامعة اصلا كويس، يعني من الأساس من المراحل الأولى كويس. نعرفه ونحببه في الآخر كويس، نوريه أنه يا أخي فلان ده عنده رأي زي ما أنت عندك رأي، مفترض تحترم رأي الزول الثاني مهما بلغ الخلاف. أيوة بالتأكيد. نزرع فيهم الحب والجمال والانتماء للوطن كويس، نزرع فيهم الأشياء الجميلة دي. بعد ذاك يجي موضوع إنك تختلف مع شخص آخر. أيوة. الهدف في النهاية واحد، هو إنك أنت يعني أنت عندك فكر داير تقنع بالآخر، وده عنده فكر داير يقنع بالآخر. أيوة. والأفضل هو اللي يكون في عقول الناس. بالتأكيد. الفكرة ما يعني ما ملائكية يعني، عادي طبيعي البشر المفروض يتعاملوا كده يعني، بس يعني إحنا وصلنا لحدود صعبة. أنا ما داير أطرح رأيي برضو، لكن داير أسمع رأي محمد هاشم. طيب كويس. أول حاجة نحن عشان نحل المشكلة دي مفترض نحترف إنه نحن عندنا مشكلة عامة تماماً في إنه نحن ما قاعد نتقبل الآخر. إحنا عندنا كسودانيين نتقبل الآخر. ما كطلبة بس. يعني يمكن أكبر من السودانيين، إحنا كعرب كمسلمين عندنا مشكلة بتاع تقبل الآخر. تقبل الآخر إحنا محتاجين نوسع الأفق بتاعنا. محتاجين نقبل الآخر. الآخر مهما كان اختلافه زي ما هو، من غير ما نغيره، من غير ما نتحكم فيه، من غير ما نعمل له دستور أو قانون يوريه هو يتعامل كيف. لا، نحن نقبل الآخر الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أيا كان الحزب الحاكم في السودان في أي وقت في أي زمان في أي يعني، بغض النظر عن الظروف الحاصلة، الأحزاب الحاكمة خلوا الحكومة خلوها برا الجامعات. يا أخوان أنت يا حزب يا حاكم أيا كنت، أقول برا خلي طلبتك، أديهم فرصة إنهم يتعاملوا في جو كويس عشان ينفعوك أنت لما يطلعوا. لأنه لما يطلعوا برا يعني أنت ما حتظل حاكم للأبد بغض النظر عن عندهم. فللزمن لحزبك لمصلحة البلد لمصلحة الناس كلها، السياسة في الجامعة تطلع منها الأحزاب الحاكمة. أطلعوا يا أخوان، أطلعوا منها. الحكومة تطلع من الأحزاب الحاكمة. من غير ذكر حاجات، الإدارات والحاجات اللي بتدعم التنظيمات، التنظيم الحاكم تبطل تدعم التنظيم الحاكم. مسألة إنه التنظيمات الليلة عندها مسلح، يمكن يقول النادي مسلح، ما معناته سلاح نادي، لكن التسليح بأي شكل من الأشكال أو الفكرة بتاعت إنه مرفوض. في ناس كيان جزء عسكري أو أمني أو أيا كان تسميته شنو في الحزب السياسي في الجامعة، دي حاجة مفترض تكون مرفوضة تماما. الطالب ده طالب ما عنده أي صفة عسكرية، العسكريين احنا مفترض نخليها برا. لما تنتهي الحرب الناس العسكريين يمشوا السكنات، المدنيين يعيشوا حياتهم بسلام، عشان نحن ما حنحارب. يعني احنا بنحارب حاليا في الجامعات، خلينا نبطل. احنا طلبه نعيش كطلبه ونطلع من الجامعه كطلبه، يعني عشان نطلع زي ما قرينا المعادله اللي انت بترى. اشكرك جدا محمد هاشم الماحي، شكرا جزيلا لك مشاركتك معنا في تحت اللمبه. راشد محمد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك وللاراء اللي طرحتها لي في تحت اللمبه، واشكر المتابعين للنقطه الهامه دي. وانا متاكد يعني انه في تفاعل حيكون من المشاهدين للبرنامج. حنستنى على الصفحه تعليقاتكم ومشاركاتكم، لانه النقاش مفتوح زي ما قلنا في اي حلقه من حلقات البرنامج. مستمرين معاكم في تحت اللمبه، خلوكم معنا.